الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويفهم من الآية، وإن كان استطراد، فالدرس عن الحديث أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل قلبه منكسرا وهو في طريقه إلى الله، وإذا أراد الله أن يخذل عبدا جعل في طريقه الكبر فهو مقبل على الله. قال الله لنبيه: كلا لا تطع، أي أبو جهل وأضرابه، واسجد واقترب، فبسجودك وانكسارك وتذللك تكون قريبا منا. ولا يطلب المؤمن أن يشفق على نفسه شيئا أعظم من القرب من الله. فرد الله بهذه الآيات على النصارى في زعمهم أن المسيح ابن الله، أو في زعمهم تعالى الله عما يقولون: إن الله ثالث ثلاثة.